بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون قاطعوا رقاد العيون واصلوا سهاد الجفون وامسكوا عن اللذات وابدلوا الدموع الجاريات فإن إظهار الدموع الباهية دليل على إظهار الأحزان الخافية وإني كلما تزايدت علي الأفكار يتوقد في قلبي لهيب النار فلا أجد من التجئ إليه ولا أعول في بث حزني عليه وكيف لا تحزن على سادات العباد وأنوار الله في البلاد وحمد الله على الخلاق ولسانه الناطق والشهود على الأمم بين يدي بارئ النسم روي أن العباس بن علي عليه السلام كان حاملا لواء أخيه الحسين عليه السلام فلما رأى جميع أسر الحسين عليه السلام قتلوا وإخوانه وبنو عمه بكى وأنه إلقى ربه اشتاق وحن فحمل الراية وجاء نحو أخيه الحسين عليه السلام قال يا أخي هل رخصتك وبكى الحسين عليه السلام بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته المباركة بالدموع عليه السلام ثم قال يا أخي كنت العلامة من عسكري ومجمع عددنا فإذا أنت غدوت يؤول جمعنا إلى الشتات وعمارتنا تنبعث إلى الخراف فقال العباس عليه السلام إذا كروح أخيك يا سيدي قد ضاق صدري من حياة الدنيا وأريد أخذ الثأر من هؤلاء المنافقين فقال الحسين عليه السلام إذا غدوت عند الجهال فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء فلما أجاز الحسين عليه السلام أخاه العباس للجهاد ورزق الجبل العظيم وقلبه كالطود الجسيم لأنه كان فارسا هماما وبطلا ضرغاما وكان جسورا على الطعن والضرب في ميدان الكفاح والحرب فلما توسط الميدان وقف وقال يا عمر بن سعد هذا الحسين بن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه وبقي فريدا مع أولاده وهم عطاشا قد أحرق الظمأ قلوبهم فاسقوا شربة من الماء لأن أطفالهم وعيالهم لأن أطفالهم وعيالهم وصلوا إلى الهلاك وهو مع ذلك يقول لكم دعوني أخرج إلى أطراف الروم والهند وأخذي لكم الحجاز والعراق والشرط لكم إن غدا في القيامة لأخاصمنكم عند الله حتى يفعل الله بكم ما يريد فلما أوصل العباس إليهم الكلام عن أخيه الحسين فمنهم من سكت ولم يرد جوابا ومنهم من جلس يبكي فخرج الشمر وشفت ابن ربعي لعنهم الله فجاء نحو العباس وقال يا ابن أبي تراب قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما أسقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد فتبسم العباس ومضى إلى أخيه الحسين وعرض عليه ما قالوا فطأطأ رأسه إلى الأرض وبكى حتى بل أزياقه فسمع الحسين عليه السلام الأطفال ينادون العطش فلما سمع العباس ذلك
رمق بطرفه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي، أريد أعتد بعدتي وأملأ لهؤلاء الأطفال قربة من الماء. وركب فرسه وأخذ رمحه والقرب في كتفه، وكان قد جعل عمر بن سعد لعنة الله تعالى عليه 4000 خارجي موكلين على الماء، لا يدعون أحدا من أصحاب الحسين يشربون منه. فلما رأوا العباس قاصدا إلى الفرات أحاطوا به من كل جانب ومكان، فقال لهم: يا قوم، أنتم كفرة أم مسلمون؟ هل يجوز في مذهبكم أو دينكم أن تمنعوا الحسين وعياله من شرب الماء، والكلاب والخنازير يشربون منه، والحسين مع أطفاله وأهل بيته يموتون من العطش، أما تذكرون عطش القيامة؟ لما سمعوا كلام العباس وقف 500 رجل ورموه بالنبل والسهام، فحمل عليهم فتفرقوا عن المهاربين كما تتفرق الغنم عن الذئب، وغاص في أوساطهم وقتل منهم على ما نقل تقريبا من 80 فارسا. فهمز فرسه إلى الماء وأراد أن يشرب، فذكر عطش الحسين وعياله وأطفاله، فرمى الماء من يده وقال: والله لا أشربه وأخي الحسين عليه السلام وعياله وأطفاله عطاشا، لا كان ذلك أبدا. ثم ملأ القربى وحملها على كتفه الأيمن وهمز فرسه وأراد أن يوصل الماء إلى الخيمة، اجتمع عليه القوم فحمل عليهم فتفرقوا عنه وصار نحو الخيمة، وقطعوا عليه الطريق فحاربهم محاربة عظيمة، وصادفه نوفل الأزرق وضربه على يده اليمنى فبراها، فحمل العباس القربى على كتفه الأيسر فضربه نوفل أيضا فبرا كتفه الأيسر، فورى كتفه الأيسر من الزند، فحمل القربى بأسنانه فجاءه سهم فأصاب القربى فانفرزت أريق ماؤها، ثم جاء سهم آخر في صدره فانقلب على فرسه إلى الأرض، وصاح إلى أخيه الحسين عليه السلام أخي حسين أدركني، فساق الريح الكلام إلى الخيمة، فلما سمع كلامه أتاه فرأى طريحا فصاح: وأخاه وعبازا، وقرة عينا وقلة ناصرا، وبكى بكاء شديدا. حمل العباس إلى الخيمة فجددوا الأحزان وأقاموا العزاء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لهفي على العباس لما أندنا نحو الفرات بقلبه الحزان، فأراد الشراب ولم يبل أوامه، وجدوا لوجد أخيه والإخوان. لهفي على العباس إذ حاطوا به من كل فج أقبلوا ومكان، حاطوا به واستفردوه وخرقوا قربا ملاها قاصدا النسوان، ثاروا عليه بطعنهم وبضربهم وبطعنهم أردوه في الميدان، فعلاه رجس فاجر بحسامه قطع اليمين بمشرفيه ويماني، وهواه آخر ضربة في رأسه حتى رماه بحوبة الجولان،
فأتى الحسين إليه وهو مسارعا فرأى أخاه كائد الحثان وقال جريت خيرا من أخ جزيت خيرا من أخ أوسي أخاه بشدة وهوان أديت حقا للأخوة يا أخي وحظيت وصل الحور والولدان يا أول الشهداء يا ابن المرتضى صلى الله عليك الله كل أواني والله تلك مصيبة لم أنسها إلا إذا ادرجت في الأكفان حكي عن علي بن الحسين عليه السلام أنه منذ وفاة أبيه الحسين ما أكل لحم الرؤوس حزنا على رأس أبيه وكان عمره يومئذ 11 سنة ولم يزل يبكي على مصاب أبيه 40 سنة وهو مع ذلك صائم النهار قائم الليل فإذا أحضر الطعام لإفطاره قال وأقربا لكربك يا أبا وأسفا لقتلك يا أبا ثم يبكي طويلا وهو يقول قتل ابن بنت رسول الله جائعا قتل ابن بنت رسول الله عطشانا وأنا أكل الزاد وأشرب الماء لا هنان الأكل والشرب يعز عليك يا أبي ليتني لم أرى مصرعك ولم يزل يبكي حتى تهل الدموع وجهه ولحيته ويغشي عليه فإذا أفاق أكل قليلا وحمد الله كثيرا وقام إلى عبادة ربه وأصبح صائما ولم يزل هكذا حتى مات رحمة الله عليه ورضوانه وابلج وصاح الجبير تجمعت به من معاني المكرمات كنون إذا أسهلت عياه من خوف ربه أقرت به للأولياء عيون حكى فضيل بن عبد ربه إنه قال دخلت على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فقلت له يا سيدي إني أنشدك قصيدة للسيد إسماعيل الحميري قال أجل ثم إنه قال يا أنشد يا فضيل بارك الله فيك فأنشدت قصيدة للسيد التي أولها لأم عمر باللوح مربع فلما بلغت إلى وجهي كالشمس إذ تطلعت سمعت نحيدا من وراء الستر وذلك بكاء أهل بيته وعياله فبكى هو أيضا عليه السلام لأنه كان رقيق القلب سريع الحبر فقال لي يا فضيل لمن هذه القصيدة فقلت هذه للسيد الحميري فقال يرحمه الله فقلت يا مولاي إني رأيته يرتكب المعاصي فقال يرحمه الله فقلت إني رأيته يشرب النبيذ تبيت الرستا فقال تعني الخمر قلت نعم قال يرحمه الله وما ذلك على الله بعسير أن يغفر لمحبي جدي علي بن أبي طالب شارب الخمر فقلت الحمد لله على ولايته ومحبته ثم إني أكملت القصيدة التي آخرها وهو عليه السلام مع ذلك يبكي وحكى سهيل بن دبيان بن فضل عن هذه القصيدة أيضا حيث قال دخلت على الإمام موسى بن جعفر دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا في بعض الأيام قبل أن يدخل علي أحد من الناس فقال لي مرحبا بك يا ابن دبيان
الساعة أراد رسولنا يأتيك لتحضر عندنا، فقلت لماذا يا ابن رسول الله؟ فقال لمنام رأيته البارحة وقد أزعجني وأرقني، فقلت خيرا يكون إن شاء الله تعالى. فقال يا ابن دبيان رأيتك أني قد نصب لي سلم فيه ماءة مرقات، فصعدت إلى أعلى فقلت يا مولاي ومنك بطول العمر ربما تعيش ماءة سنة، لكن لكل مرقات سنة. فقال لي ما شاء الله كان. ثم قال يا ابن دبيان فلما صعدت إلى أعلى السلم رأيت كأني دخلت في قبة خضراء. يرى ظاهرها من باطنها، ورأيت جدي رسول الله جالسا فيها، وإلى يمينه وشماله غلامان حسنان يشرق النور من وجوههما، ورأيت امرأة بهية الخلق، ورأيت بين يدي شخصا بهي الخلقة جالسا عنده، ورأيت رجلا واقفا بين يديه وهو يقرأ هذه القصيدة: لأم عمر باللواء وربان. لما رآني النبي صلى الله عليه وآله قال لي: مرحبا بك يا ولدي يا علي ابن موسى الرضا، سلم على أبيك علي. فسلمت عليه ثم قال لي: سلم على أمك فاطمة الزهراء. فسلمت عليها، فقال لي: سلم على أبويك الحسن والحسين. فسلمت عليهما، ثم قال لي: وسلم على شاعرنا ومادحنا في دار الدنيا السيد إسماعيل الحميري. فسلمت عليه، فجلست فالتفت النبي إلى السيد إسماعيل وقال أهله، فقال له: قد إلى ما كنا فيه من إنشاد القصيدة، فأنشد يقول: لأم عمر باللواء مربع طامسة أغلامه بالقاع. وكالنبي فلما بلغ قوله ووجهه كالشمس إذا طلع، وكالنبي وفاطمة عليه السلام معه ومن معه. ولما بلغ إلى قوله قالوا: لو شئت أعلمتنا إلي من الغاية والمفزع. رفع النبي صلى الله عليه وآله يديه وقال: إلهي أنت الشاهد علي وعليهم، إني أعلمتهم أن الغاية والمفزع علي ابن أبي طالب. وأشار بيده إليه وهو جالس بين يديه صلوات الله عليه. قال علي بن موسى الرضا: فلما فرغ السيد إسماعيل من إنشاد القصيدة التفت النبي إلي وقال لي: يا علي بن موسى الرضا، احفظ هذه القصيدة وأمر شيعتنا بحفظها، وأعلمهم أن من حفظها وأدمن قراءتها ضمنت له الجنة على الله. ولم يزل يكررها علي حتى حفظتها منه، ونحن نتبرك بإيراد هذه القصيدة ونجعلها خاتمة الباب إلى الله المرجع وإليه المآب. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.